أريد أن تذكروا لي أدعية أدعو بها في عرفة. يا أحبابي بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبهذا نعرف أن الدعاء في يوم عرفة دعاء الذكر والثناء أفضل من دعاء المسألة. وأنتم تعرفون دعاء الذكر والثناء: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تبارك الله رب العالمين، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وسائر الذكر. ورب العالمين يقول: فاذكروني أذكركم. أذكر ربك يذكرك، ولا ذكر الله أكبر، ما في أكبر من الذكر. ولذلك أحبابي ينبغي أن يكون القسط الأكبر من أدعيتنا يوم عرفة الذكر. الذكر، نعم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فالذين يشتغلون بالذكر يعطيهم ربي ما يريدون أن يسألوا عنه، وهو العلام العليم جل وعلا بما يخطر في نفوسهم. ثم بعد ذلك يدعو لنفسه ويدعو لوالديه ويدعو لذريته ويدعو لجميع قرابته، ويتفقد يا إخواني جماعته، يدعو للمريض، يدعو للمرأة المطلقة أن الله يصلح حالها، يرزقها الزوج الصالح أو تعود إلى زوجها، ويدعو يا إخواني للشباب أن الله تعالى يعينهم في طلب الوظيفة أو في الزواج، ويدعو لقرابته كلهم مستجين أن الله يخرجه. ثم بعد جماعته يدعو لعامة المسلمين أن الله ينصر دينه ويعز كلمته ويصلح ويحفظ أولياء الأمور، وأن الله يجعل هذا البلد آمن مطمئن رخاء، وأن الله تعالى يكفينا وإياكم شر الأشرار، وأن من أراد هذا البلد بسوء أو أراد المسلمين بسوء أن الله يشغله ويجعل تدبيره تدميرا له، وغير ذلك من الأدعية. فهو يدعو لنفسه ويدعو لقرابته ويدعو لجيرانه ويدعو لعامة المسلمين. هذا كله من الأشياء التي يحبها الله تعالى ويثيب عليها ويستجيب. وأنتم تعرفون أن عند الإنسان ملك إذا دعا لأخيه المسلم ماذا يقول؟ يقول: ولك بمثله. نعم نعم.